في ختام مباحثات فيينا اليوم، اجتماع بين إيران وقوى غربية وسط تراجع الآمال بالتوصل لاتفاق في هذه الجولة. استقالة وزير الإعلام اللبناني بعد تصريحاته التي فجرت أزمة مع دول خليجية. ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور كورونا، وعلماء بجنوب أفريقيا يؤكدون إصابة أوميكرون لكبار السن والأطفال. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلاً بكم. نقلت رويترز عن مسؤولين أوروبيين وإيرانيين أن الجولة الحالية من المفاوضات النووية في فيينا ستختتم باجتماع يضم أطراف الاتفاق الموقع عام 2015 عدا الولايات المتحدة، وإلى الآن لم تحرز هذه الجولة أي تقدم في مسار المفاوضات وسط تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران. أفاد مراسلنا في لبنان بأن وزير الإعلام جورج قرداحي قد قدم استقالته لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وكان قرداحي أعلن أمس أنه سيستقيل، مشيراً أن خطوته هذه ستساعد على حلحلة الأزمة بين لبنان وبعض دول الخليج إثر تصريحاته التي أدلى بها قبل أسابيع. أشار علماء بجنوب أفريقيا إلى إصابة المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون كبار السن والأطفال، ويثير المتحور الجديد قلقاً في العالم مع استمرار الأبحاث عن خصائصه، فيما كشفت دراسة طبية أجريت في جنوب أفريقيا أن لدى متحور أوميكرون قدرة كبيرة على التهرب من مناعة عدوى كورونا السابقة. أعلنت وزارة البشمركة في حكومة كردستان العراق مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين بهجوم لداعش قرب جبل غرجوق شمالي العراق. وأعلنت السلطات الكردية أن قوات البشمركة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن 94 ألف جندي روسي ينتشرون قرب حدود البلاد، مؤكدة أنها لن تهاجم روسيا لكنها جاهزة للرد والقتال. وأضافت الدفاع الأوكرانية أنها تتوقع تصعيداً عسكرياً روسياً نهاية يناير المقبل. في الختام تذكير بأهم العناوين. في ختام مباحثات فيينا اليوم، اجتماع بين إيران وقوى غربية وسط تراجع الآمال بالتوصل لاتفاق في هذه الجولة. استقالة وزير الإعلام اللبناني بعد تصريحاته التي فجرت أزمة مع دول خليجية. ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور كورونا، وعلماء بجنوب أفريقيا يؤكدون إصابة أوميكرون لكبار السن والأطفال. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.